وما زال أهل العلم ينبهون على هذا الباب، أعني صيانة العلم، ويحرصون على تبيينه والتنبيه عليه. ولذلك فإن من المتون المهمة التي يعظمها أهل الأثر ويعظمها العلماء المتقدمون ما ألفه سعيد ما ألفه الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمة سننه، فإنه عقد مقدمة نفيسة أورد فيها من ملح الآداب وأدب العلم الشيء الكثير، ومما بوب عليه الدارمي بوب بابا فقال باب صيانة العلم، ثم أورد فيه آثارا كثيرة وأخبارا متنوعة تدل على الأدب العظيم المتعلق بصيانته. وما زال أهل العلم دأبهم أن يذكروا بهذا الأمر وهو صيانة العلم، وما زالوا يحفظون البيت المشهور ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، أي لعظم العلم حامله. وهذا البيت للجرجاني ما زال أهل العلم يحفظونه ويوصون الطلاب بحفظه، وإلى عهد قريب كان المشايخ يوصون تلامذتهم المبتدئين بأن يحفظوا قصائد في الأدب، ومن هذه القصائد في الأدب التي تحفظ هذه القصيدة، قصيدة الجرجاني، وقد اشتهرت منذ زمن مبكر، حتى إن الخطيب البغدادي لما أوردها بإسناده قال ومن القصائد المشهورة قصيدة الجرجاني ثم أوردها. فالمقصود أيها الإخوة أن الحديث عن صيانة العلم وعن صيانة ما يكون بين جنبي المرء من الفقه والأثر والنقل فإنه من الأمور المهمة التي ما زال أهل العلم يوصون بها وينبهون عليها.